الاهلي السابق كابتن خالد، اهلا وسهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا هاني وتحياتي ليك. ربنا يخليك يا رب، مبسوط ان انا بسمع صوتك كابتن خالد. وانا تعادل كمان النهارده 1-1 بين الاهلي ويانج افريكانز، والهدفين في الدقيقه 86 و92. شفت ازاي المباراه؟ المباراة شفتها يمكن النادي الاهلي برضو ابتدى الشوط الاول ما كانش في احسن حالة. الفرقة التانية يانج افريكانز كانت احسن من حيث الاداء ومن ناحية السرعة ومن حيث السرعة. الشوط الثاني طبعا ارتفع الاداء بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وسيطروا على مجريات اللعب وسيطروا على وسط الملعب، وكان في كذا فرصه زي ما انت اتكلمت، مش فرص بقى، دي اهداف محققه. يعني في فرق لما بتبقى فرصه في مثلا مدافع مشترك معاك مضايقك بتاع، ولكن انفرادات وانت لوحدك ايوه مش مقبول ان هي تضيع، بالذات من لعيبه محترفه ولعيبه عقودها كبيره ولعيبه بتاخد فلوس كتير. مش من المقبول ان انت تشوف انفراد بيضيع وانت معكش حد، مش من المقبول انك تشوف لعيب بيشوط كوره ومعهوش اي حد ضاغط عليه وحطها في السماء، لا ده مش مقبول طبعا في ظل الاحتراف اللي هم فيه وفي ظل الفلوس اللي بياخدوها والعقود بتاعتهم وعدم تاخر ايه اداره النادي تفسيرك الاهلي لده يا عليهم في كابتن اي خالد؟ حاجه. ايه تفسيرك انه في ظل كل المعطيات دي مسلسل اهدار الفرص مستمر وبيضيع نقاط وبيضيع بطولات زي ما هو واضح من بداية الموسم؟ انا كنت معاك من فتره في حلقه واتكلمنا على كتر الاجازات اللي بياخدها الفرقه، اللي الفرقه بتاخدها بالذات في التوقفات. ايوه يعني اخر اجازه كانت 7 ايام ورجعنا لعبنا مباراه 4 ايام ولعبنا مباراه افريقيا وبعدين لعبنا الماتشين ماتش سموحه والماتش ده. اهدار الفرص هو تفسيره وتفسيره العلمي المظبوط ان اللعيبه مش في كامل لياقتها، فالقرار اللي بياخده غلط. يعني الذهنية، يعني اللياقة طبعا الذهنية. اللياقه الذهنيه وانت عارف لعيب الكوره هو قرارات وبياخدها مظبوط في اقل من ثانيه مظبوط على حسب الموقف اللي الكوره بتبقى فيه والموقف الهجومي والدفاعي اللي هو فقرارات بياخدها في ثانيه. طب مش ده فلو بيفسر الاجازات اللي بيديها كولر انه عايز يهدي لعبته ذهنيا؟ لا يهدي، مش بالاجازات، لو عايز يهديهم ذهنيا مش ان انا اديهم اجازه، اجتماعات لا اجتماعات. وتخاطب كتير. بص في جوارديولا انا سمعت له تصريح، طبعا الناس دي مؤهله بشكل كبير جدا يعني وبتدي شغلها ووظيفتها وكل وقت كل حياتها، فقال لك انا لما بيبقى في ضغط ماتشات انا بقلل الاحمال التدريبيه ولكن بستفيد من الساعات من الوقت ازاي في محاضرات نظريه مفهوم لتصحيح الاخطاء. مفهوم ماشي اوكي، بدل ما ادي راحه، لا مش من ان هو بيدي راحه عشان يريحهم أي ذهنيا، أي لا ما في محاضرات وفي تصحيحات، حتى لو ما عندوش الوقت لتصحيح الاخطاء بيبقى تصحيح الاخطاء عن طريق المحاضرات النظريه وعن طريق الفيديو وعن طريق ان انت تفرجوا الماتشات، هو اكيد عارف الكلام ده، يعني ده مدرب كبير اكيد هو عارف هذا الكلام. ولكن عدم يعني انا عايز اقول لك ايه، يعني النهارده مثلا فرص بتضيع في انفرادات لما بتيجي عليك كاميرا الرياكشن بتاعه مش عاجبني. يعني انا مدير فني فرقتي مثلا في انفراد ورايح اللعيب هيجيب جون وبيضيعها، المفروض انا في رياكشن انا بقوم بيه، ولكن ان انا افضل واقف زي ما انا البادي لانجوج بتاع وشه، يعني لما هو مفيش انفعال مفيش بتاع، هادي قوي كول قوي، طب ايه لا ما تفسيرك ينفعش. لهدوء كولر رغم صعوبة الوضع جوه أرض الملعب؟ ما يعني ما مش عارف ماليش ما ما يعني مش هقدر اقول تفسير لان انا مش هخش جوه راسه اعرف، ولكن الهدوء اللي هو فيه ده مش طبيعي، مش طبيعي لحاله الفرقه ونتائج الفرقه بالذات في الماتشات الاخرانيه. هل وبعدين هدوء ده تفسيرك انه بينعكس سلبا على اداء اللاعبين او ردة فعلهم من الناحية التانية؟ لا طبعا انت اللعيب بتاعك لما بتكون جوه الملعب يا هاني، لعيب جوه الملعب وبيضيع وبيشوفك انت متنرفز كمدير فني ليك رياكشنات ليك يعني برضو على اعصابك، لا هو بيتمحرر شويه جوه الملعب غير لما يبص يلاقي الدنيا هاديه قوي وما فيش، يعني لا ما ينفعش ما مفهوم. ينفعش. يعني والنهارده ربنا عاقبنا، يعني النهارده في عقاب ليه؟
احنا ربنا كافئنا بالجول اللي جبناه، ايوه طبعا هدف يعني يشكر الباك اللي طلع الكرة بدماغه ويشكر حارس المرمى ان هو طلع وفض الجون وبيرسي تاو جابها جون، فانت يعني في هدية ربنا جابها لك. بعد كده في انفرادات عمال بتضيعها، يعني كان ممكن تبقى كسبان 2-3 وخلصت الماتش مظبوط وبقيت 6 بونت وتربعت على قمة المجموعة، بالذات بعد فوز مديامة على شباب شباب بلوزداد. بلوزداد. فانت رفضت، يعني ربنا ادالك هديه في هدف انت ما تستحقوش، جه أيوة. من نتيجه اخطاء الفرقه الثانيه، وبعدين الفرص اللي بتجيلك عمال بتضيعها، وبعدين حصل العقاب في الاخر ان انت بيجيبوا فينا جون لعيب واحد في وسط 4 5 لعيبه مفيش حد بيضغط عليه، كل واقف بيحلق في برود شويه مفيش الحميه، يعني انا مش عارف يعني مفيش الحميه، اذا مفهوم. كنت انا قاعد وانا بتفرج على الماتش بقيت اتنطط، يعني في الفرص اللي بتضيع دي بقيت اقوم واقعد لان خلاص الماتش ساح والماتش بقى بتاعنا، ما قدرناش نطلع كسبانين بيه. مفهوم. طيب هجوميا النهارده كابتن خالد اللي بيبدا في الهجوم هو كهربا، اللي بالمناسبه خلص خلاص مباريات ايقافه المحليه، ولما خرج كهربا بينزل مكانه طاهر محمد طاهر، بيكون كمهاجم وهمي بيشارك في بناء الهجمات لما الاهلي بيحاول يزيد، وبيكون موجود كمان وقت الحاجه على مستوى كرات عرضيه او حاجه، ده في وجود صلاح محسن على مقاعد البدلاء. شفت ازاي القرار الفني ده من كولر؟ لا شفت ان هو خلاص، يعني صلاح محسن بالنسبه له او من نقم بالنسبه لتفكيره ان هو بقى بعيد، يعني او هو مش مقتنع بوجوده ومش مقتنع مع ان ايه هو اللي جابه، يعني هو النادي الاهلي جابه، رجع النادي الاهلي رجع صلاح من سيراميكا تمام بناء على رغبه كولر، قال ان هو لعيب كويس وان هو هيبقى ليه دور مهم جدا في هجوم النادي الاهلي، ولا وان هو ظروف ماتش هيستغل. شايف ان صلاح ده مش ماتش، وبما انه الماتش اللي فات لعب عادي؟ لا ليه، مش ظروف ماتش ولا حاجه، ده بالعكس ده ماتش، يعني انا ماتش. بدل ما طاهر يلعب في مكان اساسا برضه مش بتاعه، حتى لو هيقدر ان هو يلعب فيه بشكل، ولكن غير لما يكون لعيب اساسا مركزه راس الحرب، لا بيبقى عنده، فانا لو انا اللعيب ده موجود ومحسوب عليا والنادي الاهلي جابه من سيراميكا، لما على يعني ابسط حاجه لما ما يكونش فيه راس حرب اساسي موجود يبقى هو التغييره بتاعتي اللي انا هلاعبه، ايوه انما لما استعين بلعيب اساسا هو بيلعب كجناح او لعيب وسط ملعب مهاجم ولعبه كراس حربه يبقى انا مش مقتنع بالراجل ده، او الراجل ده انا شلته من حساباتي خالص. هل كولر بيجهز طاهر ان ده يكون مكانه الفتره اللي جايه اذا احتاج اليه في المكان ده، بالنظر لان مودست المصاب بعيد اساسا، وكهربا مش دايما هيعرف يديك ال 90 دقيقه، وصلاح محسن واضح ان مش مقتنع بيه قوي، فده طاهر الفتره اللي جايه نتوقعه منه؟ لا يعني ما هو ممكن على حسب بقى دماغه وعلى حسب تفكيره، ولكن انا من وجهة نظر انا لا طاهر ما ينفعش ان هو يكون موجود في الحتة دي، ليه؟ يعني انت لا امكانياته ما امكانياته ك ك ك ك كواجبات المركز بتاع راس الحربة من ناحية تحرك ومن ناحية لا ما مش بتاعته، انت ممكن تلعبه 10 دقائق بتاع ماشي، هو ولكن كان لعبه انت ربع تعتمد ساعة قبل كده قدام سان جورج في المكان ده، ربع ساعة بس. اوكي كده ماشي، يعني لسه بقول لك يعني يلعب 10 مظبوط. دقائق بتاع انت مزنوق، ولكن لا ان هو يبقى كهو الاساسي بتاعك كراس حربه، لا لو كهربا مش موجود طبعا مودست ربنا يكرمه، وانا ما اعرفش قصته برضه لان دي حواليها مش 100 علامه استفهام، مليون علامه استفهام، اهو لعيب جه وما بتستفدش منه النادي. النقطه الثانيه ان لو كهربا الحل اللي بعد كهربا برضه من وجهه نظري انا هو بيرسي تاو، ان انت لو هتحتاج بيرسي تاو تلعبه في الحته دي ماشي ده مقبول وامكانياته تسمح، مش طاهر. ايوه مفهوم. ولكن هو ليه طبعا مطلق الحريه وهو اللي هيتحاسب في الاخر على اي قرار بياخده.